كريم يا ابني، لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله، خد عزا عمك همام وخلص. كيف اخد عزاه والعبايد انا صب صوانهم بالعند فيا كانهم بيعترفوا على روحهم انهم اللي قتل عمي؟ صدقني ده جسر ديل وشماته مش اكتر، والدليل على كده ان مفيش اي حد منيهم لحد دلوقتي قدر يرفع يده ويقول انا اللي قتلت دياب. طارهم عند دياب بقاله اكتر من 6 سنين، كلهم شاهدين عاملة سنار وعبادي ليلة فرحة، كانوا يستحقوا عليها القتل. امال نصب اصوانهم ليه لما ناجرح لهم وحذرهم؟ عقل عيال، الواد والد عبادي مخه طاقم، فاكر انها شطارة منيه انه يقول على اي حاجة ما حصلتش وينسبها لنفسه. انا اقطع له راسه دي عشان يحرم بعد كده يتطاول على سياده. في ايه يا همام؟ في ايه؟ هتعمل عقلك بعقل عيل مخلول؟ هشوقي منه لله، هو اللي قال للناس انهم لقوا ابو الحمد ميت على الطريق لوحديه. واه واعمل ايه؟ العيلة مش مصدقة غير الحقيقة، وبيقولوا مش ممكن يكون ابو الحمد هو اللي قتل دياب. مدام نصب صوانهم يبقى هم اللي قتلوا عمي وقاتل ابو الحمد كمان. يلا خلي الطار يبقى طارين، الليله هنطب عليهم ونقتلهم كلهم. بتاع قليل مالي همام، ما تولعش الدنيا اكتر من كده. صوان العبايده متحوط بالسلاح، يعني هتبقى مجزره عشان حته عيل عبيط ما يفهمش اللي يقوله، عامل نفسه كبير عيلته. احنا ممكن نأدبه بعدين. اسمع ناجي، اسمع مغاوري، خد رجالتكم وروحوا على بيوتكم واقفلوا عليكم بابكم، وما لكمش صالح باللي يحصل ما بيننا وما بين العبايده. ناجي يلا ناجي، مفيش فايده، ما حدش عايز يسمع الحديث، عملنا اللي علينا وخلاص. جبت المفيد يا مغاوري، يلا مع السلامه ومن غير مطرود. حرام عليك، حرام عليك ارواح الناس اللي هتروح هدر بسبب حكمك ده. شوف يا ناجي، كرامه عيلتي فوق اي اعتبار. مع السلامه يا عيلة حسان، كون في معلومكم مفيش اي عداوه ما بيننا وما بين اي حد فيكم، لكن انا مش مسؤول عن اي واحد ينقتل لو طلع من بيته كده. طب يلا يا رجاله، قدامكم ساعتين تخبروا العيله، وكل واحد يلزم بيته الليلادي. ساعه واحده بس يا ناجي، مسافه ما تعودوا لبيوتكم، احنا مش هنقدر نستنى اكتر من كده، عشان ما حدش فيكم يلحق يقول للعبايد. لا حول ولا قوه الا بالله، على اي حال انتم حرين. يلا رجالة شهير، يلا شوقي. نعمين يا كبير. عايزك تجمع لي الناس كلهم بالذخيرة والسلاح، الليلة هتكون نهاية العبايده.